نظمت الجهود وبدأت تتوزع الفرق التطوعية من الأطباء السوريين على النقاط الطبية التي أقامتها بلدية غازي عنتاب إلى جانب حواجز الشرطة والدرك في مداخل المدينة الرئيسية ضمن خطة يشرف عليها والي عنتاب داود جل بعد طرح مبادرة من رابطة الأطباء السوريين في غازي عنتاب وبالتعاون مع الاتحاد السوري للعمل التطوعي. قمنا خلال هالأسبوع باجتماعات تشكيل القوائم الإسمية واليوم 30 آذار 2020 أول مجموعة من زملائنا الأطباء والصحيين والكوادر سينطلقون بعد قليل إلى نقاط الطبية على مداخل عنتاب الأربعة. أربع نقاط رئيسية يوجد في كل نقطة منها طبيب سوري على الأقل وثلاثة متطوعين بينهم ممرضون، نقطة طريق مرعش ونقطة أورفا وأخرى على طريق مدينة كيلس وهنا على طريق نزب. مهام الفرق الطبية السورية هي فحص حرارة الوافدين إلى المدينة وتحويل من ظهرت عليه الأعراض إلى الحجر الصحي. جينا اليوم طوعنا مشان نساعد الأطباء السوريين الأتراك معهم، يعني نكون شوي نخفف العبء عندهم. اليوم كمان جينا عم نوقف السيارات بانتظام طبعا نشوف حرارتهم، اذا تحددت 38 معناتها في خطوره، معناتها في خطوره على صحتهم وعليهم، لذلك بننزلهم ومنكمل اجراءات مع بقيه. مساهمه يقول القائمون عليها بانها اقل من الواجب، تاتي للوقوف الى جانب الاطباء الاتراك واهالي المدينه التي استضافت السوريين منذ سنوات طويله لتخفيف العبء عن الكوادر الطبيه ومنع ازدياد عدد الإصابات في المدينة بحجر الوافدة منها قدر المستطاع. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.